الحجامة بدايتها هناك مرحلتين، هناك مرحلة الحجامة الجافة وهناك مرحلة الحجامة الرطبة أو الدامية. فلابد من وضع الاثنين قبل، يعني لابد من وضع الحجامة الجافة قبل الدامية. بداية نضع حسب مكان الحجامة، توضع أو ينظف مكان الحجامة ويزال الشعر إزالة جيدة، ثم يعقم مكان القارورة، ثم توضع كأس الهواء على مكان المكان المخصص للحجامة، وتمكث القارورة من 4 دقائق إلى 5 دقائق على مكان الحجامة حتى تعمل تهيج في الجلد وتعمل عملية احتقان للدم تحت الجلد. وبعد ذلك بعد 5 دقائق ترفع القارورة، ثم يعقم مكان القارورة مرة أخرى وبشفرة طبية معقمة يقوم الحجام بتشريط المكان شرط خفيف جدا، مقدار سنتي بعمق ربع ميلي، عدة جروح على حسب الحالة، عدة جروح سطحية ليست عميقة. وبعد ذلك يوضع قارورة أخرى من كاسات الهواء على الجروح، فتقوم هذه الكاس الهواء بعملية شفط الدم من الشعيرات الدقيقة تحت الجلد، وهذا الدم هو الذي يكون محتقن بين الخلايا العصبية أو نهايات الخلايا العصبية في الجلد. فهذه الحجامة تقوم بمص الدم من الشعيرات الدقيقة وليس من الوريد ولا من الشريان. الحجامة هي سحب الدم الفاسد من الجسم الذي سببه مرض معين أو قد يسببه مرض في المستقبل بسبب تراكمه وامتلائه بالأخلاط الضارة. والحجم يعني الامتصاص، وهنا تأتي فعالية الحجامة بامتصاصها الشوائب الموجودة في الشعيرات الدموية الدقيقة عن طريق قارورات زجاجية معقمة توضع فيها قطعة من الورق المحروق، فتعمل النار على امتصاص الهواء الموجود داخل الزجاجة وتلصق على الجسم، فتبدأ بامتصاص الدم عن طريق عمل جروح بسيطة بواسطة شفرة معقمة، فيبدأ الدم الفاسد بالتدفق لداخل القارورة الزجاجية. نحن نزاول مهنة الحجامة من أكثر من 20 عام الحمد لله، ونحن ألفنا كتاب الحجامة التداوي بالحجامة الإسلام قبل 16 عام الحمد لله، وانتشر الكتاب في سائر الدول العربية والأوروبية. تعمل الحجامة على تنقية الدم من الأخلاط الضارة التي هي عبارة عن كريات دم هرمة وضعيفة لا تستطيع القيام بعملها على الوجه المطلوب في الجسم لتمده بالغذاء الكافي والدفاع عنه من الأمراض. فبالحجامة تسحب هذه الأخلاط الضارة من كريات الدم الحمراء والبيضاء ليحل محلها كريات دم جديدة. يرى العديد من الأشخاص الذين يزورون الشيخ محمد لغرض العلاج قد تعودوا على عمل الحجامة تحت يديه منذ زمن بعيد، لما يشعرون به من راحة كبيرة بعد وضعهم للحجامة على أجسادهم. من 12 سنة برتاد عليه وعامل معدل نفسي يعني من سنة إلى 8 أشهر، وبالأعرى يعني كل 8 أشهر برتاد له بعمل حجامة. نعم. كيف تشعر لما تعمل الحجامة؟ طبعا أنا باجي تعبان له يعني، وخاصة في الصيام بشعر بالنعس الزائد، بشعر بالتعب، بشعر في كسل إرهاق، باجي سبحان الله بقدرة رب العالمين باجي بعمل الحجامة عنده. مجرد ما عملت الحجامة نفسيتي بترتاح وبعاد نشاطي حتى ذاكرتي، وبخف النعس عندي يعني، حتى بستكفي إذا كنت أستكفي ب8 ساعات نوم بستكفي ب4 ساعات. ربما يعتقد الكثير أن الحجامة وقائية فقط، بل ويرى البعض أنها طريقة قديمة غير مفيدة. فيقول الشيخ محمد داود الرفاعي تعالج الحجامة العديد من الأمراض التي يشكي منها الكثير من الناس، مثل الصداع المزمن وخدر اليد والأكتاف وألام الظهر والبواسير وغيرها.